إيرو دوكتش شخلكي بصرة كوبنافي فرح حسين وكتشا ديجي نافي سوسن عادل دقل كتشكا كريستيان خلكا موسل بنافي فاندا هرسيكا بهفرة سردانا لعليشانو داني كرد كتشكا تخلكي بصرة قوت ما قالك قدارة إيزيد يا كريا إيش دابي خلكي وما قدارة قالك أخذتنا كرينا هو يزيد وصانا يزيد وصانا يزيد وصانا يزيد في تشتي تخون في تشتي ناخون وقالك تشتي ندرست بوما هاتينا قوتينا بل إيرو اجتماعاتينا لالشي مسألة دانا لالشي كري وما يزيدي دي تنش نزيق با وام دقلوان هاتوني چوين ام دقلوان قرياين ما چايا وان بخوار ما زادي وان خوار براستي ام گشتینا درستیا کا درستیا یا سر ازیدیا کو مزانی ازیدی ملتکی گلگی کبنارا ازیدی ملتکی گریدای خودی و خودی ناسیبا مزانی او تشتل مگو داری کرنش خلکی بتری اوان نا درستن لو ما ایلو گلکی خوش بون ام دیوان اخفنی ما ایلو گو داری کرن ام دیوان ريوس من تينا جيران لاليشي وغريدانا ازيديا كفن ترين اول الدفرا ميسو بوتاميا وروج لا دانا فين وغريدا يو خدي ناسين او دبي خدا كو خو وي خدايا ام دي بخلك خو يي بصرا بيجين وبتايبت او كسي ام وقلوان كاردكين دي بيجيني او تش او اختنا تينا غودن در حق ازيديا هما همونه درستن ازيدي ملتكي كفنارا ازدي ملتكي يخدي ناسا ازدي ملتكي اشتي او اشتي خوازا ميوانت خو قدركي جلكي جراند دني وبريز وتقدير مسردانا على علي شكر بيشوازك جلكي جل مكرن ما قلت تشتي كفنان اللي علي شديد ما قدر جلك ريروس ماكر براسيام جلك كيف خوش بي ام دبيجي المخابن بخلكي ما ايرو خلكي بصره وان دفري ديجي وهرش دبيجي موسلا طا بصره مخابن سردانا ازدي انا كي يطانوكا وتفكرا وان دا قالك شاشي سن ازدي هاتينا كوم كرنا ازدي ايرو كناوكي او دبيجنا مديتن قالك بنيزيكي خدي مديتن قالك بنيزيكي خدي ناسيه مديتن قالك ريزل ميفانت خود جرن وفلسفه اولوانجي يجي خدي وقالك بيروزا او جي ام تشوين يجي كلال شانوراني راسي ام قالك تدا كيف خوش بو يبيا مش خدي ام جاره قد يجي بين مدرفتك هبتن ام بين لالشي وموعد دايك وام عيدا سري صاله ايزيديا كنت كفتت مها تشاردا ام عندك هبالت خو ايش بس راي بين بري خدين لالشي انوراني و بشكل دار بين دوان ري ورسم ما يقارب 200,000 شخص 200,000 يحضرون المعبد ويكون هنا لمدة 7 أشهر أكلهم وشربهم كل واحد يشرب وهذا يشرب وهذا يشرب هم يو أنا مرات هذا المقابل الشيء هذه هنا يسموه سوق المعرفة هذا المكان سوق المعرفة هنا لا هنا المعرفة معناها الروح سوق الروح سوق الروح في فلسفة كل إنسان يجي من يتوفى الروح ما لا تجي هذا المكان سموه سوق لأن في كل سوق أكو ميزان هنا يسموه ميزان الحق إذا هو إنسان زين روحه ترجع له حياته يعيش بالعكس مرات تروح روح مالة تروح للحيوانها أو للنبات هنا عندنا بالمعبد مراسيم ما قطع الحجاب هذا بس قدمة يوم 16 و17 و18 من شهر آذار الشافعي هاي تكفي فقط اختارون الأشجار اليابسة والمحتجة والمكسورة غيرها
الشجر ليش؟ لأن كل اليزيدية بشهر الثالث يجيبون الخبز الرقاق ويا اللبن. من اللبن يسوون شنينة ويطعمون الزبدة. شفتوا هاي الجرائد؟ هاي الجرائد مثل الخضراء. هاي الخضراء. حتى يقول مفتوح للجنة كل أوقات احتمال مثلا واحد الساعة 12 جاي جاي ما جربت إلى الآن شنو؟ ما مجرب أخذ الأرقاق إلى الآن لا أنت كيف تصدق؟ إي أخذ من عند البصرة يعني لا أخذ لأنه يعني ما واجد أخذ أخذ هو عند إدراس السنة هو عند البيض والبيض السنة يبدأ من أول أربعاء من شهر إنسان الشهر الديانات القديمة في منطقة ميسو بطانيا والشارع يحضرون لهذا العيد من طول أهمية يحسبوا لأن بعض الديانات كان يحضرون بيه 7 أيام بيوم 10 أيام وكان دائما هذا العيد عيد مقدس البابليين يسموه عيد أكيتو السومريين يسموه عيد زاكو نعم زاكو أنا أندر كل البلاد زاك ماكرو شخص عفات مرد عفات بالولاد يسموه الولاد هذا مكان حفظ زيت الزيتون. نعم زيت الزيتون هنا يحفظه أكو من جينا أكو بداية الطريق أشجار الزيتون بستان يحوشون هذا الزيتون بشهر 12 بشهر 12 يحوشوه يضموه للشهر الثالث بشهر الثالث يسووا زيت الزيتون بطرق قديمة بس يستخدموه لإيقاد القناديل يومية 366 قنديل بداخل المعبد وخارج المعبد لإعادة نور الشمس إلى المعبد نعم قديمة ما يقارب 4000 سنة هاي الجراري قديمة جدا ما تتحرك
لا لا باقي نعم 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 تبقى مكانها نعم. بس نموذج بها نموذج بها نعم. اوكي ان شاء الله تتحقق امنيتك. نعم غمضين. لا لا اي قولي ايش فشي بداخلك. نعم اطلبي امنيه من رب العالمين بداخلك بعد عندك في المحاولتين. عندك بعد محاوله اخر شيء. نعم اوكي ان شاء الله تحقق امنيتك.